السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع فيديو النهاردة السيارات ذاتية الحركة أو سيارات المستقبل. لو كنت متابع جيد لأخبار السيارات والتكنولوجيا وتطور أنظمة القيادة الآلية خلال الخمس سنوات الماضية اللي بدأت بموضوع الركن الذكي للسيارة واللي تحول من خيال لواقع موجود فعلا في عربيات كتير جدا تباع في الأسواق وفي مصر أيضا. ملايين الدولارات صرفتها أكبر شركات إنتاج السيارات في العالم على الأبحاث لتطوير أنظمة ورادارات التتبع اللي كانت أصلا مستخدمة في الصواريخ والطائرات الحربية، وهي عايزة تحولها عشان تشتغل على السيارات، وأخيرا نجحوا في اختراع سيارات ذاتية القيادة يعني بدون سائق. التكنولوجيا دي بتقلل الحوادث لأقل ما يمكن، ووصلت إلى مستوى عالي جدا من الدقة في التحكم بالسيارة وتفادي الحوادث. هنشوف في الفيديو التكنولوجيا دي وصلت لفين وأنواع السيارات ذاتية القيادة وتجاربها العملية. أولا لازم نعرف طريقة عمل السيارات ذاتية القيادة، سواء سيارات ركوب فردي أو ميني فان أو سيارات بيك أب أو أتوبيسات. التكنولوجيا دي طبقت على كل أنواع المركبات المتحركة. التكنولوجيا دي هي دمج لحساسات ومستشعرات حركة وضوء ورادار وتصوير وتتبع واهتزاز وتوازن، و64 شعاع ليزر مع معلومات جي بي اس، مع برنامج بيقدر يتعامل مع كل المعلومات دي اللي بتقدمها المستشعرات، ومعالج بيانات قوي جدا بيترجم كل المعلومات دي عن طريق طبعا عمليات حسابية معقدة جدا إلى أوامر بيوجهها لمحركات. المحركات دي بتتحكم في السرعة وفي الفرامل وعجلة القيادة. وفي البرنامج مجموعة كبيرة جدا من السيناريوهات اللي بتتعامل مع مفاجآت الطريق. كل المطلوب من الراكب انه بيظبط الوجهة بتاعته على البرنامج عن طريق الجي بي اس، وبيدي الامر بالقيادة الالية وشكرا. البرنامج يقدر يعرف الفرق ما بين شخص ماشي او عجلة او موتوسيكل او عربية، وكل نوع ليه طريقة تعامل وكل نوع ليه سيناريو مختلف. الابحاث اللي تكلفت ملايين الدولارات وصلت انها تتعامل مع سيناريوهات للمطر ولتساقط سلوج او لاخطاء بشرية من سائقين في سيارات على نفس الطريق. وصلت انها تتفادى حوادث لا يمكن تفاديها بدون قيادة آلية، لان العنصر البشري في حالة الخطر زي ما احنا عارفين بيتصرف تصرفات غير مفهومة، زي مثلا انه يضغط على الفرامل للاخر ويلف الدركسيون، وده بيتسبب ان العربية بتتقلب، او بيكتفي بالصمت ومن الصدمة ما يعملش اي حاجة، وطبعا ده برضو نفس الكلام، او انه بيغطي وشه وصوت. الابحاث عالجت مشكلة ان نظام من الانظمة ممكن ما يشتغلش او يحصل عطل في محرك مثلا بيتحكم في فرامل او في عجلة قيادة، وده عن طريق وجود اكتر من محرك لكل جزء بخط منفصل بدايرة تحكم منفصلة ببرنامج منفصل. يعني من الاخر النظام اللي هيفشل او يهنج او يعطل هيخش مكانه النظام التاني كامل، ولو التاني عطل هيخش مكانه النظام التالت عشان يلحقه. بالنسبة للقيادة الالية ممكن تنقذ اللي بينام اثناء القيادة، واللي بيسوق وهو شارب، واللي بيعرض نفسه وغيره للخطر علشان ما بيعرفش يسوق. النظام ده هينقذ مليون شخص بيموتوا سنويا من حوادث طرق، طبعا علشان يموتوا بطرق تانية. التجارب العملية على مدى خمس سنوات اثبتت صلاحية نظام القيادة الآلية وتفوقه وتفادي حوادث طرق بنسبة 90%. السؤال هنا، هل خلال الخمس سنوات القادمة زي ما وعدت الشركات المصنعة هنلاقي سيارات ماشية لوحدها في الشوارع، وزي ما قالت شركة أوبر في أمريكا ان التاكسي هيبقى بدون سائق، هل فعلا الكلام ده يتحقق؟ لكن في احدى المرات حدث في تجربة من تجارب القيادة الآلية ان سيارة تابعة لشركة أوبر خبطت مراهق سايق عجلة وتسببت في موته سنة 2018، وطبعا ده تسبب في توقف تجارب القيادة الآلية بالنسبة لشركة أوبر لمدة 6 شهور، وبعد كده عادت مرة أخرى لإجراء تجاربها. ويمكن كان هو ده السبب اللي خلى الشركات تبذل جهد وتمويل أكبر لمنع تكرار النوع ده من الحوادث، وده كان من أهم أسباب تدخل شركة مايكروسوفت وشركة MIT لتعديل برنامج القيادة الآلية وتزويده بنظام الذكاء الصناعي، وده اللي بيخلي البرنامج أثناء التجارب العملية بيتعلم من أخطائه. توفر النوع ده من السيارات لن يحدث إلا بعد التأكد من ملائمته لجميع أنواع الطرق والمناخ. وحاليا سيارات القيادة الآلية من جميع الشركات بتلف في المدن الأوروبية ليل ونهار لتجربتها وتعلمها من أخطائها. نظام القيادة الآلية بيتم بترتيب محدد، أولا الرادار بيحدد الأجسام المتحركة والثابتة حوالين السيارة ومسافة وسرعة كل جسم. ثانيا الكاميرات بتصور كل حاجة حوالين السيارة، حتى اليوفط على الطريق بتقراها وبتتعرف عليها وتترجمها، وبتتتبع كل الأجسام اللي الرادار اكتشفها بنظام يشبه نظام تتبع الوجه في كاميرات الهواتف الذكية، بس طبعا أكثر تعقيدا ودقة. ثالث حاجة مستشعرات الموجات الصوتية الألتراسونيك، بتصدر موجات بتصطدم بالأجسام المحيطة بالسيارة اللي حددها الرادار والكاميرات علشان تتأكد من المعلومات اللي جابها الرادار والكاميرات. والطريقة دي بنلاقيها في الكائنات اللي بتعيش في الظلام زي الخفافيش والحيتان. التقنية دي قديمة جدا واستخدموها زمان عسكريا في الغواصات.
رابعا كمبيوتر بيجمع طبعا كل البيانات دي وبيعالجها عن طريق برنامج متطور جدا يبدأ يتحكم في التسارع وفي الفرامل وفي التوجيه عن طريق محركات. من أهم هذه الشركات وأولها شركة جوجل زوايمو اللي مشيت حتى الآن بنظام القيادة الآلية 10 مليون ميل وأكثر من 7 مليار ميل على أجهزة محاكاة على سيميليشنز، وتكلفت التجارب دي 175 مليار دولار. شركة جنرال موتورز كانت تاني شركة بتعمل على هذه التقنية لدرجة أنها بدأت في إنتاج سيارات بدون عجلة قيادة عشان تثبت للعملاء بتوعها أنها واثقة في سيارتها، وبدأت فعلا عمل تطبيقات على الهاتف للتحكم في السيارة. تعتبر شركة جنرال موتورز أقل في السعر 40% من شركة جوجل. شركة أوبر كانت التالتة في نظام القيادة الآلية بس كان حظها وحش وحصلت لسيارة من سيارتها حادثة في ولاية أريزونا، ولكن بعدها بدأت مرة تانية تستكمل تجارب القيادة الآلية في شوارع بالاتحاد مع شركة تويوتا. شركة كروجر لتوصيل الطلبات كانت الرابعة في اعتماد تقنية القيادة الآلية بالاتحاد مع شركة نورا لتصنيع السيارات الصغيرة، والشركة شغلت توصيل الطلبات في نفس اليوم بمبلغ $5.95 وشغالة 7 أيام في الأسبوع. وصل عدد أوردراتها خلال شهر أغسطس 2019 إلى 1000 أوردر. كل ده تم بسيارتها بدون سائق. الشركة الخامسة كانت شركة ماربل أند ستارشيب، لكن سيارتها كانت صغيرة جدا وبتمشي على الرصيف. هي أشبه بالروبوت لكن بتعتمد على نفس التكنولوجي، وسرعة سيارتها بتوصل ل 25 ميل في الساعة. موضوع القيادة الآلية هيغير حاجات كتير جدا في حياتنا، منها أن ناس كتير جدا على مستوى العالم مش هيلاقوا شغل، وخصوصا سائقي السيارات الأجرة. بالتكنولوجيا دي ننتظر السماح بإنتاج السيارات الطائرة. موضوع السيارات الطائرة ده كانت فتح من فترة، ولكن بسبب خوف الحكومات من القيادة المانيوال منعوا الموضوع ده، ولكن حاليا بدأت بعض الدول بتفكر في إنتاج السيارات الطائرة. عاوز أعرف رأيكم في النوع ده من السيارات، وهل تتوقعوا دخولها مصر قريبا؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.